اوكي اكسرسايز 2. هذا التمرين موجود بالستودنت بوك، ننتقل الى التمرين الموجود بالاكتيفيتي بوك. الوظيفه في هذا التمرين على نفس المبدا، او عفوا هل هذا التمرين اسهل؟ هذا التمرين بدنا نحط فقط الماضي المستمر، ما راح نستخدم الماضي البسيط. مثل ما انكم شايفين هوم ورك باعلى الصفحه من على اليسار، هوم ورك وظيفي. الوظيفه كاتبين كتاب النشاط صفحه 85 3. طبعا انا صورت الصفحه هاي، الصفحه رقم 5. نعم نبدا نحن بحل التمرين. طبعا كله نحط هلا مجموعه افعال بالفراغات بنفس الزمان، يعني ما راح نستخدم هون ماضي بسيط، راح نستخدم شو؟ ماضي مستمر فقط. تمام، راح نستخدم فقط ماضي مستمر. طبعا الحل بيعتمد على ايش؟ على الصوره الموجوده قدامنا. الافعال هلا حاط ان الافعال المستطيل اصفر، مكتوب عندك برينج. برينج يعني يحضر، كاري يحمل، كم ياتي، كوك يطبخ، اوردر يطلب، بي فور يدفع، تيك ياخذ. رجينا اي نحن. نعم في شيء ملاحظه استاذ سعيد؟ الترجمه عشان نقدر نحل. طيب انا قرات الافعال، راح ارجع اعيد قراءه الافعال. الافعال هي برينج يحضر، كاري يحمل، كم هي طبعا بتجي كم انتو يعني بمعنى يدخل او ياتي، كوك يطبخ، اوردر يطلب. نعم pay for يعني يدفع الحساب، take ياخذ. طيب هلا هون في عندنا هاي شايفينها الصورة، مجموعة أشخاص داخل مطعم. look at the picture، انظر إلى الصورة. أقرأ هلا نص السؤال بالكتاب. last night at half past eight، الليل الماضي الساعة 8:30 there was a power cut، الساعة 8:30 المساء كان يوجد power cut يعني انقطاع كهربائي. and the lights went out، والأضواء والأنوار انطفأت اطفئت. what was everyone doing، ماذا كان كل شخص يعمل. هلا بدك نوصف كل شخص شو كان عم يشتغل مشان احنا نطبق زمن الماضي المستمر. complete the sentences with the past continuous form of the verbs، اكمل الجمل with the past continuous form of the verbs بشكل الماضي المستمر للأفعال. الأفعال هلأ قبل شوي قرأناهم، تمام؟ هدول موجودين، موجود طبعاً هون على اليسار. أول جملة أستاذ، أول واحدة إيه؟ لا قبل الأي، قبل الأي، المثال يس، قرينا المثال معلش. An old man, was paying for his meal. An old man يعني old man yes. An old man was being يعني رجل مسن was being كان يدفع، تمام، was being for his meal كان يدفع لوجبته. تمام، أنا صراحة ما كتير ظاهر مع الرجل العجوز اللي عم يدفع الوجبة. طيب ممكن يكون واقف طيب على جنب، طيب أو في أقصى الصورة من على اليمين من فوق. طيب رقم الاي هلا، a family فراغ their food طعامهم from the waiter، العائلة شو عم يساووا؟ their food طعامهم من الخادم، from the waiter من الخادم. شو كانوا شو عم يشتغلوا؟ يس اي فعل بدنا نستخدم هلا؟ يس نجلاء تفضل. يس نجلاء استاذ الجملة الثانية. يس اي family wording their food from they waiter. Thank you very much. أحسنتي. إذا a family عائلة، العائلة هاي قاعدة على الطاولة this family. okay we're ordering their food from the waiter. هذا الويتر واقف هلا، هن شو عم يسوي؟ we're ordering كانوا يطلبون طعامهم from the waiter من الخادم. okay number B، رقم B، جملة B، a waiter الخادم three drinks on a tray. three drinks يعني ثلاث مشروبات أو أشربة مشروبات، نعم، on a tray. tray يعني هي الصينية، تمام، اللي بيحملها الخادم. tray شو بنقول هون نحن؟ شو كان عم يشتغل الخادم؟ يس السلام. يس سلام تفضلي أستاذ. هون بنقول was bring يحضر، تمام أحسنتي. ممكن نقول
carrying. تمام؟ ممكن نقول was bringing أو was carrying. كان يحمل أو كان يحضر، صح؟ تمام؟ هذا الخادم، أوكي؟ كان يحضر ثلاث، أوكي؟ three drinks on a tree. صحيح. Excellent. Correct. طيب السي هلا. جملة سي a young married couple. A young married couple يعني زوجين متزوجان فراغ into the restaurant. نقول كان يدخلان المطعم. اوكي او كان ياتيان الى المطعم. زوجان يعني كان يدخلان المطعم. يس نجلاء تفضلي. الجمله الثالثه استاذ. اي سي هلا وصلنا عند السي. اذا ماذا نضعيه فعل؟ هلا استخدمنا الفعل بي يدفع، استخدمنا اوردر وبرينج او كاري نفس الامر. شو باقي عندنا هلا؟ باقي عندنا كم ياتي وكوك يطبخ وتيك ياخذ. يس شو بنحط نحن هون؟ برينج ياتي. نعم اذا ياتي تمام. احسنت. اذا وير كومينج. وير كومينج. وير كومينج اذا كانا ياتيان يعني او كانا يدخلان. كم انتو هون جاي معنا يدخل. نعم كانا يدخلان into the restaurant. yes. number D الرقم جملة رقم 4 another waiter خادم آخر empty plates into the kitchen. empty plates يعني أطباق فارغة back into the kitchen. يعني بنقول كان يحضر مثلا أطباق فارغة إلى المطبخ. yes. بتقول فضل يا بتقول. yes بتقول. بتصير was carrying كان يحمل. استاذ ما بصير يقفض. Was carrying. صح نعم. Was taking. تمام أحسنت. إذن was taking يأخذ يعني يأخذ الأطباق الفارغة إلى المطبخ. هذا صح نعم. طيب الجملة اللي بعدها in the kitchen the chef في المطبخ الشيف. هي أسهل جملة. شو كان عم يشتغل الشيف؟ What was the chef doing? Yes. يطبخ. In English. Was yes. doing cooking. Yes, was cooking. Yes, أحسنت يا خلاص. Was cooking. إذن was cooking. كان يطبخ. آخر جملة. Another waiter. خادم آخر فراغ food out of the kitchen. الطعام خارج المطبخ. ممكن نقول كمان كان يحضر أو يحمل بيصير. أوكي شو نقول نحن هون؟ يس. سامية تفضلي سامية. استاذ بسعيد الجملة. آخر جملة. جملة F. Another waiter. Yes, food out of the kitchen. Another waiter, food out of the kitchen. الطعام خارج. استاذ شو اسمه؟ take. هلا استخدمنا فعل take. بتصير لكن هلا الأصح نقول كان يحضر أو يحمل. تمام؟ كان يحضر أو يحمل. Was bringing أو carrying. هي الأفعال متشابهة. تمام؟ في هذه الحالة. هيك تقريبا بنكون انتهى درسنا لليوم إن شاء الله. واضح لحد الآن. باقي عنا تقريبا تمرينين إن شاء الله للدرس القادم من كافي حل التمرين وبعدين رح ننتقل للنصوص إن شاء الله تعالى.